يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: التعليل بأن المساجد الثلاثة جاز شد الرحال إليها لأنه قد بناها الأنبياء، هل على ذلك دليل أو هو التماس للحكمة؟ أن تشك أن إبراهيم هو اللي بنى الكعبة؟ الله ذكر هذا، هو ذكر الله أنه بوأ له مكان الكعبة وأنه هو الذي بناها. أن تشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى مسجده؟ لا يشك أحد في هذا. تشكون أن بيت المقدس بناه إسحاق أو يعقوب؟ لا يشك أحد في ذلك، فهي لا شك أنها بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.